دلوقتي بقى موجود في صيدليات عندنا في مصر اول مضاد فيروسي في العالم بيستهدف فيروس كورونا ومتحوراته، وده بعد ثبوت نجاحه في علاج المرضى داخل مصر وخارج مصر. تم طرح المضاد الفيروسي في الصيدليات لكي يتم استخدامه في علاج مرضى كورونا اللي معزولين في البيت. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور جيهان العسال، نائب رئيس اللجنه العلميه لمواجهه فيروس كورونا المستجد. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا اهلا بيك. عايزين في البدايه نعرف ليه تمت الموافقه على هذا المضاد تحديدا. حضرتك، هو المضاد ده اوريدي متوافق عليه من واخد موافقه الاف دي اي والجهات الدوليه من 12/2020، وهو اوريدي كان متوفر في البروتوكول، مكتوب في البروتوكول وموجود في مستشفيات العزل وفي صيدليات بعض المستشفيات اللي بتتعامل مع حالات الكورونا من يناير 2021. هو الجديد النهارده انه ابتدى يطرح في الصيدليات العاديه، يعني ممكن اي مريض بروشته مختومه من الطبيب المختص اللي بيعالجه بعد ما يتاكد ان هو حاله كوفيد فعلا ان هو يصرفه ويتعالج بيه في البيت عادي. طب هل المضاد ده بيناسب كل المصابين بكورونا او لازم ممكن يعني يكون بناء على روشته طبيب؟ حضرتك، لازم يبقى بناء على روشته طبيب طبعا، لان هو لسه دواء تحت التجارب، يعني هو لسه دواء جديد واخد موافقه على استخدامه زي ما قلت ما كملش سنه. فهو دايما يبقى استعماله بمراقبه طبيب وطبيب مختص، دي حاجه. ثانيا، في شروط لاستعماله، يعني مثلا غير مصرح باستعماله للحوامل او المرضعات او للاطفال يعني من تحت سن 18 سنه فاقل، اللي عندهم امراض يعني زي الضغط والسكر وكده ينفع؟ لا الامراض المزمنه ما فيش فيها مشكله في استعمالها. هو على اساس ان اي دواء بيبقى لسه جديد بيستخدم لاول مره طبعا بنخاف من المجموعه اللي هم بيسموها المجموعه الخطره او المجموعه الحرجه بالنسبه لنا، اللي هم الحوامل او السيدات اللي بترضع او الاطفال تحت سن 18، فمنبقاش لسه جربنا عليهم الدواء، فدول بيبقى ممنوع استخدام الدواء معاهم لحين تجربته والتاكد من امانه معاهم. عظيم. لكن هذا المضاد شغال مع كل المتحورات فعال؟ المفروض ان هو لغايه دلوقتي فعال مع معظم المتحورات طبعا، احنا في المتحورات الاخيره دي لسه يعني ما قدرناش ندرس نتائجه عليها، لكن المريح في الامر ان الحالات معظمها دلوقتي اللي بنشوفها حالات بسيطه لمتوسطه بالكثير، فهو الدواء ده اصلا مرخص باستعماله في الحالات البسيطه والمتوسطه ونتائجه كويسه الحقيقه. طب دكتور جيهان، يعني الناس لما بتلاقي عامه الادويه في يعني في الصيدليات بتبتدي تتعامل مع الموضوع على انه خلاص بقى زي كانه برد شائع، هل احنا النهارده الكورونا ما بقاش بالقوه اللي كان بيها زمان قبل كده فنقدر نقول عليه بقى خلاص حاجه عايشه معانا زي الانفلونزا مثلا؟ احنا لازم نتعامل مع الامر الواقع، اي فيروس بيجي بوباء بيبقى في الاول ليه شده، ليه حالات وفيات عاليه، ليه مشاكل كتيره، لكن بالتدريج بتبتدي شده الفيروس ده تقل، ويبتدي مع التحورات المختلفه اللي بنشوفها منه كل فتره بتبتدي قوه الاصابه او شده الاصابه بتقل. هو ده اللي بدانا نشوفه دلوقتي، هو فعلا شده الاصابه في فيروس كورونا ابتدت تقل، الحالات زي ما قلت لحضرتك هم اكتريتهم حالات بسيطه المتوسطه. متوقع طبعا ان هو على مثلا السيزون الجاي بتاع الاصابات بالفيروسات الجهاز التنفسي بقى مع دخول الشتاء والكلام ده اللي بنشوفه، هيبقى الكوفيد واحد من الفيروسات الموجوده زي الانفلونزا والبارانفلونزا وغيرها، متوقع ان هو يبقى موجود، بس ده مش معناه ان احنا نتعامل مع الموضوع بعدم حذر، لان هو لسه بيعدي وبيعدي بارقام كبيره، ومع كل مع كل زياده الاعداد بتفضل في عندي نسبه ممكن تصاب بصوره شديده بالزبط. من المرض او يدخلوا مضاعفات، وخاصه اللي حضرتك بتتكلمي عندهم اللي عندهم امراض مزمنه، كبار السن، المجموعه اللي هي اللي بنسميهم هاي ريسك من الاول، دولت برضو ما تقدريش تضمني لما يصاب بالفيروس اللي خده شخص تاني بصوره بسيطه، ممكن هو مع وجود الامراض المزمنه عنده او حاله الحاله الصحيه بتاعته اصلا. على فكره في شباب كمان يا دكتور بيصابوا بالكورونا دلوقتي بطريقه جامده شويه، وفي منهم بيفارق الحياه لو الموضوع قوي معاه. حضرتك، ما انا بقول كل ما زادت الاعداد هتفضل في نسبه للحالات الحرجه، احنا زي ما بقول لحضرتك معظم الحالات بسيطه المتوسطه لكن مش كلها. ايوه طيب، فدول ما انا مش كلها يبقى عندي بتفضل عندي نسبه من الاصابات اللي ممكن تبقى حرجه او اللي ممكن يحصل فيها مضاعفه. طيب هل مده الكورس العلاجي ثابته بالنسبه لهذا المضاد لكل الفئات العمريه ولا بتختلف؟ الفكره انه الشخص المصاب او المريض مده الكورس بتاعته هل هي ثابته بالنسبه لكل الفئات العمريه ولا هي بتختلف؟
بالنسبه للدواء ده هي ثابته لكل الفئات العمريه ولكل والكورس بتاعه 5 ايام لكل حالات الاصابه. هو ده استعماله، ما يستعملش اكتر من كده. بس زي ما قلنا هو مش ما بيستعملش لكل الفئات العمريه، يعني ما يقدرش يستعمله تحت 18 سنه. طب ولو بنتكلم عن الـ يعني الـ 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 العلاج بقى بعد كده يا دكتور، يعني ينفع الناس بعد كده تبتدي تتجه او الدكاتره بعد كده هيتجهوا لهذا العقار المضاد مثلا على طول من الصيدليات؟ هو المفروض ان هو دلوقتي متوفر ما دام الطبيب اتاكد ان الحاله اللي قدامه حاله كورونا فعلا، بيبقى يقدر يصرف له الدواء، يكتب له الدواء بروشته ومختومه بتصرف من الصيدليه. طيب ده يطمن الناس اكتر ولا يخليهم ياخدوا الجرعه الثالثه اللي هي التعزيزيه؟ حضرتك يعني احنا لازم نمشي في الاتجاهين مع بعض. انا كوني ان انا يعني في حاجه اسمها وقايه وفي حاجه اسمها علاج. الوقايه عشان امنع الاصابه. وانس ان العيان اصيب او الشخص اصيب يبقى انا محتاج العلاج، فانا كده متوفر عندي الاثنين، الوقايه والعلاج. كل الشكر ليكي دكتوره جيهان العسال، نائب رئيس اللجنه العلميه لمواجهه فيروس كورونا المستجد.